مشاهدينا بعدنا مكملين معكم وبيسر نستضيف بها الفقره الدكتور باسكال رعد اختصاصي امراض عصبيه ونفسيه وهو اكيد موجود معنا لحتى يجاوبكم على كل اسئلتكم. ما تترددوا تتصلوا فينا على الارقام اللي موجوده قدامكم باسفل الشاشه وكمان على رقم الواتساب او تواصلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. دكتور باسكال بدي ارحب فيك. اهلا فيك. كيفك؟ تمام. مثل ما بتعرف دكتور موضوعنا هو كان عن الانوركسيا والبوليميا، شو اصل هالكلمه؟ إذا بدنا ناخذ أول شيء أنوركسيا، أصلها أن وركسيا، أن هو باليوناني يعني الفقدان، يفقد الشغلة، وركسيا هو الشهية. نعم. هو إنسان أو صبية إذا بدك أكثر تفقد الشهية أو بتفقد اللذة من الأكل وبتفقد هالشعور الرابط العضوي اللي بيربط الإنسان مع الأكل. نعم. بوليميا بتيجي من مشتقة من شغلتين، البوس اللي هي باليوناني بتعني الطور الكبير التخين كثير، وبوليميا يعني الأكل. وهذا الانسان عم ياكل بشره مرضي بكميه فوق الطبيعه. نعم. دونك الفرق كثير كبير بيناتهم اذا بدك كامراض. اوكي. ونحن كل وحده بنعطيها تفسير وبنعطيها تعريف محدد وحتى الشخصيات مختلفه تبع الاشخاص تبعهم. نعم. طيب شو العوارض كل وحده منهم؟ اذا بدك الانوركسيا هي بتجمع كذا شغله، اولا انسان ضعيف، دونك شكليا بده يكون ضعيف، صح. ما فيك تقول انوركسيا عند انسان شكله طبيعي ومكتمل اذا بدك من ناحيه معدل طول للوزن البي ام اي اللي نحن بنعتمد عليها، بده يكون بي ام اي تقريبا تحت ال 17، ما في يعني حسب الطول بقول لك اياها بس ما في تحديد معين، دونك بده يكون الوزن مفقود، ثانيا بده يكون في محاولات حتى الانسان يمنع حاله ياكل، يعني بده يجرب قد ما في يردع حاله عن الاكل ويمكن يردع حاله كمان يجرب يحرق زياده. نعم. ثالثا بده يكون في صوره تجاه الجسم اللي هي غلط، يعني مع كل هالشكل هيدا بيطلع فيك بيقول لك بعدني ناصح، صح، بعد في مناطق حول الركبه تخينه اللي هي العظم، بيقول لك البطن تخين هو لانه بصير في انتفاخ بالمعده، بس بيقول لك هيدي كلها مني طايقه، وفي كره لهالجسم حتى هو ضعيف. نعم. هودي وقت يكونوا موجودين بنحكي عن حاله الانوركسيا. نعم. البوليميا مختلفه تماما، اساسها الانسان بده ياكل كمية كبيرة وبده يستفرغها، صح، يعني بده يفوت الأكل على جسمه وبده يظهره بذات الوقت، كمية كبيرة وبده يرجع هدفه إنه يدهره. بيحب الأكل كثير، الأنوركسيا إنسان بيكره الأكل وبيبتعد عنه بشكل جذري. البوليميا هو إنسان بيعبد الأكل، الرومان من زمان كانوا بوليميك ياكلوا يستفرغوا، دونك كان فيها لذة لأنه بده يرجع يبلشوا الشهية عن جديد تبعهم، دونك بياكل وبيستفرغ وبياخد منها لذة. نعم. فيها راحة لأعصابه، بتصير شوي إدمان عنده. نعم. دونك في شعور شوي هالتكرار بيصير عنده، وبنلاحظه بيختفي، بيكون خلص الغداء دقيقة بس بدي اطلع على التواليت، بيطلع على التواليت بيجي مشقلم. صحيح. بتحس العينين فرقعين والسنين مبرودين، وإذا استعمل إيده للاستفراغ الإيد منزوعة بيكون فيها تقشر، دونك في كثير عوارض ببينه، والجسم تقريباً طبيعي. وهون البوليميا بتضيع انه في يكون مين ما كان بيناتنا بوليميا بلا ما يبين، بلا ما يكون ظاهر. صح. دكتور باسكال سبق وحكينا مع دكتور فؤاد العريس من العلاجات اللي ممكن تصير بخصوص الانوركسيا، هن اربع علاجات ومنهم هن علاج نفسي، قد ايه العلاج النفسي هون بيفيد وبيكون مهم؟ العلاج النفسي براينا اهم واحد لانه اسمها هي بالتعريف تبعها انوركسيا نيرفوزا، نيرفوزا يعني جزء عصبي ونفسي كثير مهم. في كثير مرضى بالانوركسيا بيقول لك انا جسمي غلط، انا باكل بيبقى، انا الميتابوليزم تبع الاستقلاب كله مكفشل، مش مثلكم انتم. هيدي نظريه خاطئه بيستعملها هو حتى يفسر ليه هو عم يجرب يتحكم بالاكل بطريقه نفسيه. العلاقه مع الاكل بتصير علاقه جدا غلط، بدك ترجع تبني له اياها، بدك تبنيها عبر تواصل مع الاكل طبيعي، بدك تقعده تعلمه ياكل، بدك تفحصه كيف بياكل، كيف بيقطع الاكل صغير وبيجرب يعلوك كثير، هي الانوركسيا. البوليميا بيلقطها كلها وبحطها بتمه بلا لعوسه، دونك ما فيها طعمه. الانوركسيا بيمضغها بيقعد بحط البونبوني بمصها ثلاث ساعات اللي هي بتحرك سوائل المعده للهضم بلا اكل، شو بيصير؟ بيشبع على الهواء، لهيك بيقولوا العلكه مثلا بتضعف لانه بتحرك لك الاسيد والهودي بلا ما يصير في شيء. دونك العلاقه النفسيه كثير كبيره، وبالبوليميا كمان اسمها بوليميا نيرفوزا، اثنيناتهم نفسيات. المرض الصحي فيهم كثير قليل الا اذا من نتائج المرض الانوركسيا، بس هو ما عنده سبب صحي يعملها، اذا في كانسر صرت انوركسيك من وراها هيدا شيء ثاني تماما ما لنا علاقه فيه، اذا في غده عملت هيك شيء ثاني تماما. حتى المعالج النفسي كمان بيتدخل مع العائله كمان لحتى يعلموه كيف لازم يتعاملوا مع المريض. في عندك عيال كلها انوركسيك،
كل العائلة بتطلع الميزان كذا مرة، وفي كل أوضة في ميزان وبيطلعوا عليه وبيقيسوا بعضهم، وقبل التواليت وبعد التواليت وقبل الأكل والأكل، وطلعت 100 جرام وتحت ال 200 جرام، وبيصير قيمتك بالعدد، قد إيه وزنك هو قيمتك. طب يعني وإذا العائلة كلها مين بيوقف حدهم؟ ما هي المشكلة، لأنه بتجي أنت بدك تفهم الأهل بيقولوا لك ما عندها مشكلة بنت، بس المشكلة وقف الراجل تبعها، وقف البيريد. هيدي هي المشكلة، الميعاد وقف، بتكون أنت بتكتشف إنه كل شيء متدني عندها، البروتيين، كل السوائل بجسمها متدنيين، البوتاسيوم قاشط للارض، يعني البنت رح يوقف قلبها بعد شوي. ممكن تعاني كمان من فشل كلوي وهن مش عارفين. والوالده ما انها عارفه او ما انها منتبهه، بس المشكله انه داخت هالنهار، يلا من طعميها يومين بيمشي الحال، هيدا كله غلط في يجي عبر الوراثه، عبر التصرف اللي بيتعلمه الانسان. اذا انت تعلمت الشراهه ببيت، بتتعلم الشراهه ذات شيء، اكيد مش بوليميا، بس انه شراهه الاكل. هي ذاتها الانوركسيا فيها تيجي بالعائله خاصة ورا الام، لانه بنعرف نحن 90% من الانوركسيا نساء. طيب هالهوس الموجود نحن هلا بعصرنا انه الدايت وجسمه بده يكون ضعيف، شو هو هالهوس الموجود؟ يعني صار في عن جد نوع من العباده لهالموضوع، صار كيف ما تفتح الاذاعات الاجسام الحلوه المرستقه المودلز اللي هي على الخيط، يعني صار في دعايه وهلا زادت اكثر مع كل الصور والانستغرام، صاروا بيحكوا بالصور والاجسام الرفيعه، صارت هي الرهجه، كل المودلز 40% من المودلز عندهم امراض جهاز الاكل، 40% منا هينه، اللي هن امراض غذائيه كلهم بدهم علاج، وبنلاحظهم والصبايا اللي بيفهموا دغري بتطلع فيها بتقول لك انوركسيك عن بعيد، بتبين بيكون العظم نافر كله. صح، دونك صار في نوع من هالصوره الاعلانيه انه انت بدك تكون ضعيف، والحديث دائما عن الاكل الصحي والاكل اللي زيرو فات والاكل، وهيدا كله منه كثير ذكي. طيب بس نعطي فكره، مثلا الفات الدهن ضروري بالخصوبه عند الرجل، وقت انت تقطع الفات نهائيا يعني انت عم معقول تاثر على خصوبتك، وهيدي مهمه. لهيك اوقات كثيره مش كل شيء بفيد نظريا، يعني شيء هالحميه عم تصير بنسفر كل شيء، بنسفر هام ونوقف لحم ونوقف، بنصير عم نروح فيها بابعاد عشوائيه. هيدي كلها مع صوره الجسم اللي هي مثل ما قلت لك صار العدد اساسي، يعني الانسان قيمته بوزنه صارت، قد ايه بيوزن هو مهم، اذا كثير وزنه كبير لا بيطلع بالمجتمع، ما بيطلع على المول، ما بيبين قدام العالم، صار في خجل، صار في خوف، هيدا كله عم بياثر على صوره الانسان وعم يعطيه قيمه غلط اللي هي منها قيمه عقليه وفكريه، قيمه جسديه ووزن. صحيح. والشكل تبعك والشكل الخارجي اذا مناسق وعندك هالموديل اللي بيلحق هيك. باوروبا وامريكا صار في حرب ضد هالشيء، لدرجه المودلز اللي وزنهم عم يبين كثير واطي عم يمنعون عن السيركويت حتى ما ينزعوا غيرهم بهالفكره الخاطئه انه انا الضعف الشديد هو مقبول. في منهم بيعملوا بيقطعوا على الكات ووك بيطلعوا لبرا بيوقعوا على الارض، بيكونوا بيكون صار لجمعه عم تستفرد تقدروا تفوت بالوزن الضروري حتى تشارك. طيب دكتور، هول المرضين ممكن يجوا سوا الانوركسيا والبوليميا؟ صح، هلا البوليميا في يكون بيقولوا بالاساس مبلش انوركسيا، يعني كانت صبيه اعتمدت حبس الاكل. أوكي. بعدين شافت العذاب كثير كبير، صارت تاكل، نصحت، بعدين حدا علمها تستفرغ وفاتت بهالمنوال، صار جسمها عادي كوزن، بس تاكل بتستفرغ بطريقه متواتره لانه هيدا بيريحها وهي مرتاحه للموضوع. اوكي. بس الاخطر من هيك الانوركسيا اللي هي ضعيفه اللي بتعتمد الاستفراغ. لانه نحن الانوركسيا عاده بنقول ما بتاكل. مزبوط. او بتعمل رياضه كثير وبتمنع حالها عن الاكل. في اخطر، في منهم بيمنعوا حالهم على الاكل، بياكلوا كميه قليله وبيستفرغوها. هودي بسموها انوركسيا بوليميا، هيدي ارعب وحده لانه جسمك اوريدي ضعيف منه حامل وعم تحمله وزر الاستفراغ اللي هو بيطلع السوائل من الجسم وبيطلع البوتاسيوم وبتصير تنهار يعني. ابدا. لهيك الخطر كبير ودخول المستشفى اوقات بيكون ضروري للعلاج. نعم، طيب هون كيف بيكون العلاج؟ اول شيء بدك تستشف قد ايه في قابليه للعلاج. بالمراكز اللي هي شوي عندها تخصص بهالموضوع، المريض بده يمضي كونترا، في نوع من العقد، بدك تدخل على هالسيستم بدك يزيد وزنك كيلو لثلاث ارباع الكيلو بالاسبوع. اذا ما زاد وزنك عن هيك في فسخ للعقد، يعني كانك عم تعمل كونترا معه، لانه هو بجرب يتهرب بجميع الوسائل. بدك تعمل له فحص ضروري تشوف كيف بياكل، شو بيعمل ترياج، يعني شو بيشيل على جنب، ليه بيشيلهم، بدك تعلمه بعدين ياكل كل شيء، وهي كثير مهمه. ما فيك تلعب معه بنشيل شقفه، هيدي مش مقبوله، انا الدهن ما بدي اياها. كل الاكل بده ياكله وبده يتعود عليه، وبدك تاكل قدامه تتعوده انه الاكل بده يصير بسرعه، عندنا نص ساعه بدنا ناكل اذا كان انوركسيا.
زيت شيء يعني هيدا بدك تعلمه اياه اوقات ضمن اطار المستشفى، صح. اذا في رفض للاكل كبير بنحط تيوب بالمنخار وبيتنزل الاكل اجباريا على المعده، لانه اذا نزل بي ام اي وزن الجسم تحت ال 15 المعدل ساعتها في خطر على الحياه، بصير بدك تغطيه وتعطيه اكل بطريقه اجباريه والا بيموت، بصير في توقف بالقلب. نعم. البوليميا علاجها اهين لانه المريض فعال ونشيط وبيبين عليه، يعني ما بيبين عليه سوري، بيقدر يظهر بالمجتمع، بس بدك توصل معه لاتفاقيه بخصوص توقيف الاستفراغ. وهيدي الشغله اوقات بندخله مستشفى كرمالها كم يوم، يعني 3 لـ 4 ايام حتى نقدر نقضي له على الاستفراغ اللي هي بتصير مثل ما قلت لك ادمان. نعم. يعني عنده شيء بالشغل ضروري بياكل بيستفرغ وبينزل على الشغل مرتاح. في افلام كثير بنشاهدها بيعملوا رياضه بشكل قوي، بيسوقوا سبق سريع على ساعتين، اوقات منهم بيستفرغوا قبلها، بتروق كل اعصابهم، بيطلع فول كانه اخذ حبه دواء، يعني صار فيها شوي نوع من الادمان كانه عم تتعاطى شيء. نعم. بدك تجبره يوقف، تمنع كل الوسائل المحلات اللي يستفرغ فيها، بتشله كله، بتسكر الحمام، وبتقعده 4 لـ 5 ايام بده ياكل طبيعي. وبعدين في ادويه تقدر تشتغل على الاستفراغ تساعد. ساعد. مثل ما في ادويه بالانوركسيا فيها تساعد تشله القلق والخوف من الوزن وتفتح له الشهيه. دونك في علاجات دوائيه لهون وهون، وفي علاجات بالمستشفيات اذا الوضع كان مأساوي. نعم. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا، اكيد نحن حنشوفك بحلقات لاحقه دكتور. شكرا لك. ثانك يو لك. مشاهدينا خليكم معنا، بعد الفاصل رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه ميرا حشفه.